تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسرنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج جولة صحفية لنسلط الأضواء فيه على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم سواء المحلية أو العربية أو العالمية. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ولكن بالبداية الترحيب لزميلي في هذه الحلقة خالد العتيبي. مساك الله بالخير خالد. مساك الله بالخير زميلي محمد سعيد، ان شاء الله اليوم متواجدي معاك وان شاء الله نستمتع معاك ومع الساده المشاهدين في جوله صحفيه سواء اخبار محليه او عربيه او عالميه، لكن بدايتنا دائما مع الصحافه المحليه بعد الفاصل. قبل الدخول في صفحاتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع الأنباء التي عنونت العميد لتأكيد بطولته أمام العربي. أما جريدة الرأي ثلاث نقاط مهمة بين القادسية والنصر. جريدة الجريدة التضامن يودع الممتاز رسميا. وإلى السياسة نقل ودية الأزرق وفلسطين للكويت في 11 من مايو المقبل. ونبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طالعتنا به صحيفة الأنباء. العنوان الأول، كاظمة يكتسح السالمية برباعية بدوري فيفا. أما العنوان الثاني، مدرب الشباب خالد الزنكي عينه على التأهل للممتاز. الخبر الثالث، العميد لتأكيد بطولته أمام العربي، حسم الأبيض التنافس على لقب دوري فيفا لصالحه مبكرا، وترك البقية يتنافسون على تحسين المراكز. ويدخل العميد اليوم أمام منافس تقليدي وهو العربي ليبرهن على جدارته باللقب من أجل حصد رقم كبير في عدد النقاط وعلى الجبهة الأخرى، فإن العربي أيضا يومه الفوز كي يقترب من المراكز المتقدمة والدخول بحالة معنوية مرتفعة استعدادا لمسابقة كأس سمو الأمير والتي تعد الأمل الأخير له في إحراز لقب ومصالحة جماهيره. وقد عانى الأخضر في بداية الدوري واحتل مركزا متأخرا قبل أن يحقق نقاطا أعانته على البقاء في المناطق المتوسطة. أكيد بما أن من خلال برنامج جولة صحفية أكيد راح نبارك لفريق نادي الكويت حصوله على لقب دوري فيفا لهذا الموسم. اليوم أكيد مواجهة قوية، العربي أكيد يسعى للقروب من منصة التتويج. خالد، المميز في نادي الكويت بغض النظر عن العمل اللي دائما احنا نسولف فيه في برامجنا المختلفة الرياضية وفي كل القنوات، اقتراب فريق نادي الكويت شيئا فشيئا من الألقاب للنادي العربي والقادسية. وصل حين 14، باقي له لقبين على العربي ويوصل للغاتسية بعد هم ثلاثة، يعني يصير زعيم الكويت. من جد وجد ومن حصد زرع، وهذا أكيد إدارة الكويت نعم يعني تجتهد وعملت ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. عموما نواصل جولتنا الصحفية المحلية ونتوقف مع جريدة الرأي حيث جاء فيها العنوان الأول، مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح يبحث سبل التعاون
مع وزير الرياضة المغربي. العنوان الثاني: خسارة أزرق هوكي الجليد في افتتاح كأس آسيا. ثلاث نقاط مهمة بين القادسية والنصر هو خبرنا الثالث. يأمل القادسية مواصلة الصحوة التي جنى ثمارها أخيرا بالتقدم في ترتيب دوري فيفا، وذلك عند مواجهة النصر اليوم في ختام منافسات الجولة 18. في المقابل يدخل النصر المباراة بهدف واضح يتمثل في تحقيق نتيجة تبقيه في المنطقة الدافئة التي عاد إليها بعد فوزه على التضامن في الجولة الماضية. ويدرك مدرب العنابي ظاهر العدواني أن التعثر اليوم مقابل فوز أقرب منافسيه سيعيده إلى دوامة الخطر مجددا قبل ثلاث جولات فقط من النهاية. شيء مميز أكيد بلا شك لفريق النصر والمدرب ظاهر العدواني، لكن تبقى الفرق الكبيرة لها حضورها، والعربي، القادسية، الكويت، كاظم، السالمية، حلاوتهم كنا فوق خالد، ولا ايش رايك؟ انا اعتقد من يعمل في الملعب، نعم، سواء فرق ايا كانت، جميع الفرق كبيره، لكن من سيعمل في الملعب من سيحصد اكيد النتائج. هذه اجابه افضل حقي لان انت احرجتني، لا ولا اقلل اكيد من اي احد او اي فريق اخر. نفتح صحيفتنا الثالثه وهي الجريده ونقرا منها. العنوان الاول: نجاح المهرجان الأول لأكاديميات ألعاب القوى. أما العنوان الثاني: مهاجم الجهراء الكاميروني رونالد محط أنظار أندية الدوري الممتاز. خبرنا الثالث: التضامن يودع الممتاز رسميا. قضى فريق الجهراء لكرة القدم على أمال التضامن للبقاء في الممتاز بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاث في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة 18، ليتجمد رصيد التضامن عند 10 نقاط وبفارق أكثر من 10 نقاط قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بما يعني أن فوز أبناء الفروانية في المباريات المتبقية لن يغير من الوضع القائم شيئا، فيما رفع الجهراء رصيده إلى 22 نقطة. آخر محطاتنا المحلية مع جريدة الجريدة التي جاء فيها العنوان الأول: المدرب الوطني أحمد عبد الكريم، التعادل أضعف حظوظ صليبخات في التأهل للدوري الممتاز. العنوان الثاني: دعاء حسين تدعو الجماهير الكويتية لحضور آسيوية الكيوكشن التي تنطلق غدا بالكويت. الخبر الثالث: نقل ودية الأزرق وفلسطين للكويت في 11 مايو المقبل. أعلنت لجنة التسوية المكلفة إدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم نقل مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني وديا إلى الكويت بدلا من فلسطين، على أن تقام المباراة في 11 مايو المقبل بدلاً من 13 من الشهر ذاته. وقالت اللجنة في بيان صحفي أنها تلقت كتابا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يفيد بالموافقة على نقل اللقاء بناء على طلبها، وذلك لضيق الوقت حيث ينتهي الموسم الرياضي يوم 8 مايو المقبل. وبعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء في استطلاع الصحف العربية. قبل التعمق في الصحف العربية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين.
ونبدأ مع الرؤية العمانية التي عنونت صحار لكتابة التاريخ والنصر لمعانقة لقب طال انتظاره. ومن العرب القطرية، السبت شاهد على التتويج السادس للدحيل. الرأي الأردنية، الاتحاد الآسيوي يغرم الجزيرة 10,000 دولار. أولى صفحاتنا العربية ستكون من عمان وصحيفة الرؤية بالتحديد التي ألقت الضوء على نهائي أغلى الكؤوس العمانية. العنوان الأول، نهائي أغلى الكؤوس العمانية اليوم. ثاني العناوين، صحار تكتسي باللون الأخضر وأعلام الملك تعم أرجاء أرض اللبان. الخبر الثالث، صحار لكتابة التاريخ والنصر لمعانقة لقب طال انتظاره. سيعلن مساء اليوم من ميدان مجمع سلطان قابوس الرياضي عن بطل الكأس الغالية في حفل الختام، فربما يتشح اللقب باللون الأخضر وغد يطلب ود الأزرق. فصحار والنصر سيخوضان 90 دقيقة من الأشغال الكروية الشاقة، وقودها جمهور حاشد لتفضي الموقع في الأخير إلى منصة التتويج بلقب يدخل به صحار تاريخ المتوجين باللقب أو يروي ظمأ النصر بعد طول غياب. إذن بهذه المناسبة معنا اتصال هاتفي من صحفي خالد أيمن الفجراني أو إعلامي عماني، أكيد نرحب بك من خلال هذا البرنامج. بداية، ما هي أخبار الاستعدادات قبل نهائي أغلى الكؤوس بين صحار والنصر المقرر انطلاقه هذا المساء؟ نعم خالد، تحية لك وتحية أيضا لزميلك محمد وكل من يتابع بكل تأكيد هذا البرنامج الجميل والمميز الخاص بالصحافة، وأنا حقيقة سعيد جدا بالانضمام معكم لربما معرفة التفاصيل الأخيرة المتعلقة بهذا النهائي المنتظر اللي كل عاشق عماني ينتظر، هذه بحكم أنه كأس يحمل اسم صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، يمكن حدث استثنائي فعلا. وكان حديث الإعلام اليوم خرج الخاصة بالصحافة العمانية اليوم كلها تغنت بهذا اللقاء المنتظر، تحدثت عن الكأس الغالية بين تاريخ لكتابة تاريخ جديد بالنسبة لنادي الصحار، ويبحث بكل تأكيد عن لقب أول يضاف إلى خزانته ولأول مرة يصل إلى نهائي كأس صاحب الجلالة. وفي المقابل النصر اللي غاب عن هذه البطولة بالذات 13 عام تقريبا 13 سنة غاب عن هذه البطولة، بالتالي من 2005 هو يبحث عن هذا أو كتابة لقب جديد بعد هذا الغياب. فأتوقع أنه ربما الكفة متوازنة إن صح التعبير، حتى أيضا من خلال الجماهير أتوقع راح تكون يعني تملأ مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اللي هو راح يحتضن بإذن الله تعالى هذا النهائي المنتظر. نعم، طبعا بالنسبة لمشوار الفريقين إذا بنتكلم عنهم، إحنا نعرف أن فريق صحار هو في المركز الثاني عشر والنصر في المركز الثالث على مستوى الدوري، لكن من خلال مشوار الفريقين هذا الموسم من الأقرب للقب؟ توقعاتك؟ أتوقع يعني هو صعب التوقع حقيقة، مثل ما ذكرت يمكن أنه صحار يحلم بكتابة تاريخ جديد، وفي المقابل النصر من جنوب السلطنة ينتظر معانقة لقب يمكن طال انتظاره. فأتوقع الكفة ممكن تكون متوازنة، ولكن بحكم أنه الجماهير الصحراوية وقريبة جدا من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وهناك في المقابل نادي النصر بحكم أنه البعد الكبير اللي يفصله عن العاصمة مسقط، من ظفار إلى مسقط يمكن أنتوا تعرفوا واللي زار سلطنة عمان يعرف البعد الكبير اللي بين جنوب السلطنة ومسقط العاصمة. فأتوقع أنه اليوم الكفة الجمهور
كفة الجمهور، أتوقع أنه 13,000 أو أكثر أو 15,000، ربما بعض الأرقام تتحدث عن 15,000 راح يكون متواجد في المجمع بالنسبة لنادي الصحار الملقب بالتماسيح. بينما في النصر المتوقع حتى الآن 3,000 من الجماهير المتفرجة راح تكون متواجدة، لكن يمكن النصر تعود على هذه الأجواء قبلها بفترة طويلة من 2005 أنه خاض نهائيات كثيرة، لكن بالنسبة للصحار وهم كلاعبين أيضا ما يمتلكوا هذه الخبرة الكبيرة اللي تأهلهم أيضا وتبعث فيهم الهمة، يمكن يكون في نوع من التوتر نوع من القلق لدخول هذه المباراة بحكم أنهم ما تعودوا لهذه الأجواء والضغوطات الإعلامية الكبيرة اللي شهدتها هذا البطولة من أيام نصف النهائي وحتى يوم النهائي. بالتالي هم أيضا استعانوا بخبير نفسي، كنت أنا متحدث مع المدرب مراد مولاي، تحدث أنه استعانوا بخبير نفسي فعلا لرفع المعنويات للتحكم بالتوتر والدافع المعنوي وينصب لصالح نادي صحار. فهي الأمور شبه يعني صعب أنك تقول أنه اليوم صحار راح يتوج باللقب أو النصر راح يتوج، ولكن بكل تأكيد نحن على موعد فعلا مع لقاء منتظر وكبير جدا راح يخوض صحار أو النصر، ونتوقع أنه مع التغطية التلفزيونية الكبيرة والقنوات أيضا الخليجية اللي راح تنقل هذا الحدث راح هذا يشكل زخم كبير بالنسبة لهذا النهائي. خالد محمد، احنا عموما زميلي ايمن الفجراني من سلطنه عمان الاعلامي اكيد نتمنى كل التوفيق للفريقين ونشكر هذه المداخله وهذا الاتصال، شكرا لك. اما صحيفتنا الثانيه ستكون العرب القطريه التي جاء عناوينها: عبد الله مبارك يتولى ملفات اعداد القطراوي للموسم المقبل ويخطط لمشاركه قويه بكأس الأمير. السيلية يواصل تجهيزاته لمواجهة البطل. السبت شاهد على التتويج السادس للدحيل بلقب الدوري. واصل للدحيل انتصاراته في الأسبوع 21 بمسابقة الدوري، وذلك على حساب المرخية بنتيجة 4 أهداف لهدفين، ليعزز صدارته برفع رصيده إلى 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن السد صاحب المركز الثاني قبل الأسبوع 22 والأخير في دوري هذا الموسم، والذي سيلعب فيه بطل الدوري مع السيلية مساء السبت المقبل. ثالث صحفنا العربية ستكون الراي الأردنية التي جاء فيها: لجنة التحقق تزور نادي الحسين اليوم. النشميات بين الآسيوية وهدف بلوغ العالمية. الاتحاد الآسيوي يغرم الجزيرة 10,000 دولار. أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آخر قراراتها الخاصة بالعقوبات والغرامات المالية على الأندية المشاركة بدور الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، وتضمنت هذه القرارات تغريم نادي الجزيرة 10,000 دولار بسبب استقبال استاد عمان مباراة شباب الأردن والحسين قبل يومين من مباراة الجزيرة والمالكية البحريني، وهو ما يخالف المادة 16 من لائحة كأس الاتحاد الآسيوي. أخبارنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية. قبل الخوض في غمار الصحف العالمية سنتعرف على العناوين. التايمز
صلاح يواصل إبداعاته مع الريدز. أما سبورت فقالت سواريز ينهي صيامه التهديفي في الشامبيونز ليج. صحيفة البيلد الألمانية، البافاري يتفوق على كبار أوروبا. أما كورييري، سباليتي راض عن نتيجة الديربي وأتطلع للهدف الأسمى. أس الأسبانية، الملكي يتحرك لترضية صاروخ ماديرا. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة التايمز التي عنونت صلاح يواصل إبداعاته مع الريدز. واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول تدوين الأرقام القياسية مع الريدز هذا الموسم بهدفه في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا. ونجح صلاح في افتتاح التسجيل سريعا لفريقه في الدقيقة 12 من الشوط الثاني. وأفادت صحيفة التايمز أن صلاح سجل هدفه رقم 38 مع ليفربول هذا الموسم بجميع المسابقات، مشيرة إلى أن صلاح شارك في ثمانية أهداف مع الليفر بشكل مباشر في دوري أبطال أوروبا بتسجيل أهداف وصناعة هدف آخر خلال 9 مباريات لعبها. خالد، تخيل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بالبريمير ليج، نعم، مبدع صناعة وتسجيل، نعم، لكن في دوري الأبطال هالموسم قالوا طبعا بأن محمد صلاح سيبدع في البريمير ليج وسيختفي أمام السيتي. ردك؟ رد الملعب، رد الملعب. محمد صلاح سجل هدف، وأكيد محمد صلاح هو متصدر ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي وأيضا مسجل 8 أهداف في دوري أبطال جميل. أوروبا. برأيك انتهت المسألة في دور 8؟ إلى الآن لم تنتهي، هناك جولة أخيرة وجولة الإياب هي من ستحسم التأهل للأدوار المقبلة. ونذهب إلى صحيفة السبورت وعنوانها سواريز ينهي صيامه التهديفي في الشامبيونز ليج. تمكن الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الأسباني من تسجيل الهدف الرابع للبلوغرانا في مرمى روما ليدون بذلك على أول هدف له في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد صيام طويل منذ أن سجل في ليلة الريمونتادا ضد فريق باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي. ولكن زميله المرعب ميسي عجز عن زيارة الشباك. سواريز أكيد يعني هو مسجل 22 هدف في الدوري الأسباني، لكن في دوري أبطال أوروبا غريبة جدا. 22 هدف أنت ثاني هدافين، نعم، وتوك هو الهدف، أتوقع الخير بالقبال. أكيد هو لاعب مميز وأكيد هيكون له يعني حظوة في المباريات المقبلة. عموما أكيد ننتقل إلى خبرنا الثالث من صحيفة بيلد بعنوان البافاري يتفوق على كبار أوروبا. قالت صحيفة بيلد إن بايرن ميونخ هو أفضل فريق في الدوريات الخمس الكبرى منذ أن تولى هاينكس تدريبه في 4 أكتوبر الماضي، حيث حقق 30 فوزا وتعادل وحيد وهزيمتين. أما برشلونة فخاض 37 مباراة حقق الفوز في 25 منها وتعادل في 11 وخسر واحدة، بينما انتصر سان جيرمان في 31 مباراة وتعادل مرة وحيدة وخسر 5 مرات، وفاز يوفنتوس 25 مرة وتعادل في 5 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما حقق مان سيتي تعادلين وأربع هزائم و32 انتصارا. والله صراحة إذا واحد يعلق على الأرقام فيتعب، كل يوم راح تشوف رقم وكل يوم راح تشوف في فريق يحطم الثاني، فنترك الأرقام والأحصائيات لأصحابها وإحنا نكمل أخبارنا. وسلطت صحيفة الكوريري الضوء على ديربي الغضب وذكرت إسباليتي راض عن نتيجة الديربي وأتطلع للهدف الأسمى.
أعرب سباليتي مدرب انتر ميلان عن رضاه التام بالتعادل أمام اي سي ميلان في ديربي الغضب أمس، مؤكدا أن ما يهمه خلال الموسم الحالي تحقيق الهدف الأسمى للنيرازوري. وقال سباليتي بعد المباراة مباشرة: سعيد لما قدمه الفريق من أداء، منذ بداية الموسم لم نلعب كرة قدم جيدة، ولكننا الآن تطورنا، ربما يصيبنا بعض الارتباك أحيانا، ولكننا ننظر إلى الهدف الأسمى وهو التأهل لدوري الأبطال. الكل صراحة يسعى إلى التأهل لدوري الأبطال، لاحظ الإنتر وأيضا الميلان يحاولون يسعون إلى مراكز متقدمة للمشاركة في الشامبيونز ليج. بلا شك، ونتمنى مشاركتهم. خلاص وينكم يا الميلانيين، بيكم ترجعون. أيضا خبرنا من آس الإسبانية: تحركات الريال لحماية رونالدو، بقولها الملكية تحرك لترضية صاروخ ماديرا. يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أفضل أيامه مع الفريق الملكي على الصعيد التهديفي، بعدما استعاد مستواه الرائع خلال الفترة الماضية، وأظهر ذلك أيضا بثنائية ضد يوفنتوس. ووفقا لصحيفة آس، فإن مسؤولي الريال يثقون في بقاء كريستيانو مع الملكي. وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض على رونالدو تحسين عقده عقب نهاية الموسم الجاري مقابل 30 مليون يورو سنويا من أجل الاستمرار. أنا لو بدأ ريال مدريد يا خالد أحط صندوق مبيت وخليه بالنادي، ما يطلع ليه ما يقول أنا بعتزل. في واحد يفرط برونالدو يا خالد؟ أكيد ما حد يفرط برونالدو، ويمكن رونالدو هذا الموسم كانت بدايته غير موفقة، لكن صحيح. الآن هو في الحاسم احنا نبي حاليا في على مستوى التهديف، سواء في الدوري الإسباني 22 هدف في المركز الثاني مشاركة مع سواريز، وفي دوري الأبطال هو هداف الشامبيونز ليج 14 هدف. صحيح، فخله التجديد مطلوب وايد. 40 مليون 50 مليون يستاهل الولد، حتى لو يصير عمره 40 سنة. على العموم وصلنا للختام في هذه الحلقة من جولة الصحفية، أتمنى فعلا قد وافيناكم بجميع الأخبار سواء كانت المحلية والعربية وحتى العالمية. إلى هنا وصلنا للختام، أشكركم على حسن المتابعة، معكم محمد أكبر وزميلي خالد العتيبي. شكرا زميل محمد أكبر، إذن غدا جولة جديدة مع الصحف المحلية والعربية والعالمية. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.